نعم، في الواقع مارس ماجد، هنا في الواقع هذه الأحداث التي وقعت بالأمس، الانفجار الذي وقع في منطقة شيعية في الواقع يقطنها الأغلبية الشيعية، طبعا هذه الأحداث كانت متكررة، ولذلك طبعا تبنت تنظيم داعش في الواقع أكثر من مرة عمليات التي وقعت في هذه المنطقة، ولذلك كما قلتم بأن هذا الصحفي الذي كان قد قتل بالأمس كان ضمن صحفيين الذين كانوا يعملون في قناة خاصة في أفغانستان، قناة أريانا الإخبارية، ولذلك اليوم كانت هناك مظاهرات في الواقع، اليوم جرت مظاهرة في كابول لنساء مطالبات تطالبنا بالحقيقة بالعدالة. لكن فضل، هل يعني اليوم لا يوجد استهداف من قبل حركة طالبان لأي صحفي، والدليل هناك يعني صحفيين كثر منهم أنتم تخرجون تتحدثون، لماذا استهداف هذا الصحفي بالذات؟ وهل ممكن أن نرى يعني حركات أو تنظيمات إرهابية مثل داعش أن تخلط الأوراق هنا؟ نعم نعم، بالفعل كما ذكرت يعني تخلط الأوراق، لذلك هناك يعني محاولات للجماعات الإرهابية كتنظيم داعش التي تحاول حقيقة أن تستهدف كل ما لديه، خاصة إما صحفيين أو مدنيين. في الواقع طبعا نحن شهدت أفغانستان في الواقع ماجد عمليات استهدفت فيها صحفيين في الواقع إبان الحكومة السابقة، وهناك صحفيون في الواقع قتلوا ضمن هجمات أعلن تبناها حقيقة تنظيم داعش. وطبعا السيارة التي استهدف فيها بالأمس سيارة ركاب في الواقع في منطقة تقطنها الأغلبية الشيعية، والتي لطالما حقيقة استهدف فيها يعني تم تعرض لها أكثر من مرة هذه المنطقة لهجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي. نعم، طيب أشكرك على هذه الرسالة من كابول مراسلنا فضل القاهر قاضي، شكرا لك.